مشاهدينا الكرام، وفي اطار المتابعات اللي رانا نقوم بهم اليوم في عددنا الخاص هذا، ندعوكم تتابعوا معنا هذا التقرير اللي اعدته ايمان جوادي. التقرير راح يكون على سيدي علي توابي. سيدي علي توابي اللي كان يمر معنا في الحلقه الثانيه، اللي هو كان يعني خريج من السجون. نقول لكم انه سيدي علي توابي بعد مرور هنا معنا في البرنامج، وبعد ما اشهر شهاده سوابق العدليه اللي تحصل عليها، راه متواجد الان في السجن منذ 4 أشهر في اطار تحقيق. نخليكم تابعوا هذا التقرير ومن بعد كان نعلقوا على قضية سيد علي توابي. خارجوها الحبوس، هذه الفئة تصطدم دائما بواقع صعب بعد خروجهم من المؤسسات العقابية. برنامج ما وراء جدران في عدد سابق سلط الضوء على هذه الفئة وعلى المعوقات التي يواجهونها من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع، والثمن الذي يواصلون دفعه رغم أنهم تابوا عن الخطيئة ودفعوا سنوات من حياتهم وحريتهم من أجل ذلك. بران ومامو كي هذوك الجواج ملي كنت نديرهم انا كنت الحبس باغ اكزومبل، انا خدمت عامين وخرجت، ومامو هكذا كنت نحوس على الخدمه، ومامو الدوله انا تجبدني لعندها، قال لها روح هذا الانسان باش ما يعاودش يدير هذيك الفوط اللي دارها، ما تجبدوه لعندنا، وانا نسكن عند الكوميساريا لا بوليس على بالهم. فصادفنا سيد علي توابي الذي وجد كل الابواب مغلوقه في وجهه بعد خروجه من السجن. سيد علي واثناء مروره بالحصه حاول ايصال رساله الى المجتمع المدني والى المسؤولين عن ما تعانيه هذه الفئه، فقام بتوضيح ذلك بالكشف عن شهاده للسوابق العدليه خاليه. اراد من خلالها ان يبين ان خريجي الحبوس يمكنهم الحصول عليها بسهوله. لكن سيد علي في نفس الوقت رغب أن يكون في الطريق السليم، فلم يستعملها أبدا، بل أراد أن يجعلها مثالا فقط عما يحدث. يقول جيب لي دوسي، جيب لي كاجي ديسيا، قعد نتخبق الفاصيهم، جبد الفاصيه، جبد القومه، بصح بتشيبا جيبيهم، أنا عندي كاجي ديسيا لو هنا نوريه لك قدام ربي وعباده، ما نخاف ما يفات فات، أنا ماذا بيا ما هاولي بيضاء ما فيها حتى حكم. والو عندي 6 جواجل والو. ها منين جبتها؟ غدوه نجيب لك وحده مليون. ها مليون تقدر وريها لنا فقط الكاميرا. هاي لك قدام الكاميرا وقدام ربي وعباده، انا ريفري ما درتش الحاشيه نخبي هذه. ها سوابق عاديه ما عندي حتى حبه هاي. ولكن الغريب، وبعد بث البرنامج وقعت المسؤولية عليه وتم اتهامه بالتزوير وإحداث بلبلة بهذا الشأن، وتم أيضا التحقيق معه ووضعه في السجن ما يقارب 5 أشهر بتصنيف القضية على أنها جناية، ولم يتم لحد الآن محاكمته. وهنا نطرح تساؤل كبير حول هذا الموضوع، هل على السلطات محاسبة سيدي علي لأنه أراد إيصال رسالة الكثيرين مثله؟ أم على السلطات محاسبة المزورين الحقيقيين والتحقيق فيما يجري خارجا؟ إذن مشاهدينا الكرام، كما شفنا قلنا أنه سيدي علي توابي 4 أشهر هو في الحبس يعني في إطار تحقيق قضائي. أستاذ أنا نشوف أنه ربما عوضا ما يروحوا، أنا راني نقول فقط يعني عوضا ما يروحوا يتابعوا سيدي علي توابي على أساس تهمة التزوير، كان من الأجر ثاني كي يتبعوا هذا اللي صدر الوثيقة المزورة. أكيد لازم يعني فيه شخص فاعل أصلي، فيه شريك، ولكن أنا بعيدا عن هذه القضية، إذا فيه جريمة مرتكبة يعني حتى عن طريق وسائل الإعلام المفروض تكون عقوبة، هذا الأمر مفروغ منه، قلنا بأن القانون لا يفرق بين الأشخاص. ولكن ما تنسيش أيضا بأننا في خلال متابعة كافة هذه الحصص فيه ناس وجهوا نداءات من بينهم المرضى، يعني يعني إذا إنسان مر على وسائل الإعلام مرتكب جريمة أنت في 24 ساعة تتحرك وتنفذ عليه القانون وتطبق عليه القانون، ولكن إذا في إنسان مر على وسائل الإعلام وعنده حق علاش ما تعطيهش حقه؟ هاي المعادلة وين راهي؟ وسائل الإعلام حقيقة تتقرب من الناس، تنقل معاناتهم، تنقل مشاكلهم، تنقل نداءاتهم. أحيانا بعض الأشخاص يخطئون بمناسبة توجيه النداءات نتاعهم، أخطاء يعاقب عليها قانون يتعاقبوا عليها، ولكن حبذا لو أنه بنفس السرعة اللي ينطبقوا فيها القانون لما يتعلق الأمر بالعقوبة أيضا تكون نفس السرعة لما نمدوا الناس حقوقهم، يعني تم تكييفها كذلك على أساس جناية، جناية تزوير. أكيد لأنه يزور في وثائق رسمية، تزور في وثائق رسمية شكل هذا الفعل يشكل جناية، ماهيش وثيقة بسيطة، ويقدر التحقيق يكون أكثر يمتد، يعني أكثر يقدر يمتد أكثر التحقيق، ولكن في الأخير راح تكون محاكمة. ونظن إذا فيه إنسان، وهذا الشيء اللي كل مرة ندي به، إذا في إنسان
اعتدى على القانون المفروض يمتثل القانون طبق القانون باش نوصلوا في يوم من الايام الى انه يكون الناس كلهم سواسيه، يعني الغني والفقير، الانسان اللي يرتكب الفعل واللي ما ارتكبش الفعل ماهوش نفس الدرجه. نلتزموا بالقانون راح يكون هو المجتمع اللي نحوسوا عليه دائما. نعم شيخ، قراءتك وتحليلك القضيه. انا القراءه نتاعي اني حاب نقول للقاضي اللي هو راح يحكم على توابي ان يطبق قول الله جل جلاله ان الله يامر بالعدل والاحسان. قال لك العدل هو الحكم بالحق والاحسان هو العفو، هادو في زوج حكم الله، العدل والإحسان. هذا توابي رجل تائب ونادم وراه جو السجون وندم على ما فعل وحب يندمج في الحياة، جاء للحصة ماشي جاء على أساس أنه مزور، جاء ليكشف التزوير، جاء باش يفهمنا باللي انظروا التزوير مازال موجود في الإدارة وحتى في بعض الجهات الرسمية، يعني بسرعة تتحرك الجهات المعنية ويعتقل ويرمى به في السجن. يعني وزوجته وأولاده، هذا ماهوش مجرم، جاي يكشف الجريمة، جاي يكشف التزوير، جبد ورقة قديمة فيها أختام، راهي الأوراق المزورة مملوء بها المجتمع. أنا مدبي القاضي أو وزير العدل انظر إليه بعين الرحمة. نعم عين العدل هي ممكن أن يعاقب، ولكن عين رحمة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. بالعدل والإحسان. عندنا شرطي داير حاجز مرور، جاء إنسان داير سرعة غير قانونية، العدل أن يعاقبه والإحسان أن يقول له عاهدني ما تزيدش تعاود، إذا عاهدوا ما يجيش يعاود يجوز يطلقوا. ولكن نعم شيخ هكذا كنقولوا أنه الحمد لله، لأنه بعد ما دخل السجن الحمد لله أنه الزوجة والأبناء لقاو وين يسكنوا لأنه استفادوا من سكن بعد مرورهم هنا معنا في البرنامج. أنا توابي راني حشمان منه ما نخبيش عليك، وراه غايدني مسكين لأن كان حب يكون عنده سكن ويخدم على مرته ويستأفن حياته وشتي رجلة رجل رجلة، عطاوا له سكن وهو في السجن. يعني والله العظيم غير إن شاء الله ندعي ربي وكاش محسنين يقوموا بالعائله نتاعو يعني. ان شاء الله. شكرا شيخ. مشاهدنا الكرام، لانه دائما نقولوا ختامها مسك، انا ندعيكم تابعوا معنا هذا التقرير بعدها نواصلوا. معنا حاضر هنا في البلاتو، يعني الوالده تاعو تخلت عليه وهو هكذاك جاني حديث الولاده في كرتونه وخلتها قدام باب منزل. قدام بابي مدكت الفشكره تاع بلاستيك داخل الكرتونه. انا نطلب من يما الحقيقيه تعطيني كوار طيبك من سحقها، ما تديني، ما تعطيني دراهم، ما تعطيني والو، اني عايشه عند الام، اني توفي في جنه. هذا الدمعه اللي طيحها هذا اليتيم الان وعاش الرحمن ويتحرك. الهي مرا قلت له جيت دير له كوارطو، قلت له هذا ماني طالبه، انا مانيش طالبه تلبسه ولا توكله ولا تشربه ولا تسكوا لبس عليه، ما يخص والو، كنا عارف نطلب عليه غير هو اللي ينكبروا. انا حسنا 15 ندوز سيزي في الورقه هذيك تقول لي حمزه برك عبد اللي ما كتبوها ليش تقول عليها لما تراني توقع يضحكوا عليا يقولوا لي حمزه اللي بعثوا لي باب هنيما. انا عاوز انا ودي باش نعرف الاسم تاعي باش نكبر في قرايتي ونكون حاجه كبيره. صراك ناجح في القرايه؟ انا ناجح في القرايه. حافظ ربعه احزاب قالوا لي. نعم وانا حمزه ننجح في قرايتي. يا ربي يوفقك ان شاء الله ويسددك. مثل امامك عاش 12 سنه هو عايش يبحث عن هويه، يعني 12 سنه الدوله بكافه امكانياتها ماهيش قادره انها لهذا الشخص تسوي له وثائق تسوي له. نعطيكم وعد شارف بلي نكمل قرايتي وننجح ونخرج حاجه كبيره ان شاء الله وندي يما العمره ولي حاجه ان شاء الله. يا الله يا الله ان شاء الله ربي. يا الله يا الله انا اخلاص. يا الله يا الله الامنيه تاعي حاجه واحده، نوقف انا مع حمزه ندير يدي في يده ونقول يما نقولها يرحم بابك ان شاء الله تعالى، لما زاد فيك ذره تاع خير اعطي له كوارتو، هذا ما كان، وحنا باذن الله باذن الله راح نوقفوا. اذا مشاهدنا الكرام قلت لكم انه ختامها مسك، انا نفضل نخليها على لسان حمزه اللي نرحبوا به ونرحبوا بالوالده ديالو السيده فاتحه. مرحبا بك حمزه، نخليك انت تبشر كل مشاهدنا الكرام لانه قضيتك احدثت ضجه اعلاميه كبيره. هكذا حمزه نخليك انت تقول لهم واش كاين. السلام عليكم. حاجه الاولى انا انتم اللي دعيتوا لي وقفتوا معايا وصح كاع عاونتوني ونشكر كاع الناس اللي دعاوا لي واللي عاونوني. اليوم صادق خطا انا بكيتكم، صار اليوم باقي نفرحكم، طاش انا بعد 3 سنين كامل جاتي يما الحقيقيه
قد يعطيك كوارتك، وبعد 15 يوم ان شاء الله تعطيني كوارتي، واحنا نولي كيما انا كيما الناس كامل. نشكركم كاع اللي وقفوا معايا، ونشكر كاع الناس اللي عاونوني، كاع الناس اللي عاونوني. شفت هذه الفتره اللي وراوني شافوني في التلفزيون كاع بكاو وكاع عاونوني، ما كانش واحد ما وقفش معايا، كاع عاونوني. جميع واحد عاوني، جميع واحد شافني في التلفزيون عاوني. دوكا وليت شغل انا عندي احتراف، ماشي كيما كنت مع اللوبو كانوا يعايروني، كانوا دوكا شغل انا وليت كاع خاوي الناس، الناس كاع والديا كاع خاوتي كاع كلش، هادو هما الناس سر حياتي. انا نتمنى هاد الناس يدعوا لي، نقول لكم شكرا، ويعطيكم الصحه فاش جيتوا لي وقفتوا معايا. هاد الوالده وقفتوا معايا في وقت الشده، انا ماش ننسى خيركم وصحيتوا. السلام عليكم. الحمد لله يعني حمزه، الحمد لله خلاص حتى العداله كانت معاكم، صفاتك. نعم. وحلت لك القضيه نتاعك. نعم. ورحت معاك الوالده نتاعك. نعم. يعني رحت معايا الوكيل الجمهوريه. نعم. قالوا لي الماركيه ونشكر 15 يوم ان شاء الله وتولي. نعم نولي كيما انا كيما الناس كامل. ونشكر حمزه عثماني بطل. نعم. الكاراتيه اللي زمانه في حقه الماضيه. نشكره هنا هو اللي وقف معايا. وايمان اللي خدمت هنا في النهار. نعم. هي اللي وقفت معايا تانيت، وكاع الناس اللي وقفوا معايا. انا هاي جيت التلفزيون عندها مرهب من التلفزيون سمعنا، جا لي واحد من مولوديه اسمه حجاج فضيل. نعم. جاب لي 6 ملايين. قال لي هاك هادو هما جوز ديالهم رمضان. شكرا. هذه هي الناس كاع وقفوا معايا، كاع وقفوا معايا، قافوا معايا، ما كاينش واحد ما وقفش معايا. لانك تستاهل كل خير حمزه. نعم. يعني دخلت البيوت كل الجزائريين، دخلت. نعم. قلوبنا، ضمنا كلنا معاك. نعم. نشكر كاع الناس. نعم. ماشي غير فوديل، نشكرهم كاع الناس باش كاع وقفوا معايا. نشكر اصدقائي يونس واسلام، نشكرهم كامل، كاع الناس، كاع الناس، عين بنيان، كاع الجزائر، كاع من العالم. وعيطوا لحمزه عثماني قريب اللي يجيبوا هذاك الولد. ماش نصدق انا حالي والله. ما شاء الله ما شاء الله. نعم. شكرا. انا وليت مشهور. ولد دوك عندي قيمه، انا ماشي كيما بكري كانوا يعايروني. كنت تحشم بكري. انا بكري كنت نخرج برا، كنت نحشم، نشغل نغطي وجهي نحب. دوك لا غا، دوك راني وليت عندي قيمه بزاف كبيره في عيون الناس. وليت فخور بعمري. دوك وليت صح انا وحاجه كبيره. دوك صح انا وليت وانت صح حاجه كبيره. السيده فتيحه دموع الفرح هذه اللي انا نشوفوها. واش نديروا؟ الحمد لله. واش تقولي لنا سيده فتيحه؟ نقول نطلب ربي ان شاء الله حمزه ان شاء الله ربي يوفقه وراو له حق. هو اللي دار لابوكا وهو اللي جرى عليه. ورحنا البارح انا ويماه، عيطت لها راحت معايا، دينا الكوارت لابوكا. غدوه ان شاء الله نهبط انا وياها ان شاء الله باش تسنيي. وعلى 15 يوم ان شاء الله نكون تكون عنده طفل ان شاء الله يا ربي. هذا واش نطلب ربي ان شاء الله. الشيخ يعني الحمد لله القرآن يقول وأما اليتيم فلا تقهر. هذا يتيم ودا نداء صادق وربي واستجب له، ويماه الحقيقية ظهرت، راح أدله الوثائق نتاعه. ولكن أنا حاب نشوفكم، نشوف معاكم الأطفال اللي ربي داهم تحت العناية نتاعه. شوف ذاك الكلام، ذاك النور، ذاك الطيبة، ذاك القلب الصادق. قصت لي لما قلت لي جاك واحد عطاك 6 ملايين قال له هاك باش تجوز رمضان. نعم لعبت مولوديه الجزائر. جاء انسان طالو 6 ملايين تجوز رمضان، واحد اخر يوقف معاه، واحد اخر يدير له محامي، واحد اخر يدعيوا له. النساء العجائز في البيوت في الجبال يدعيوا له. كل الناس ولات تدعي لي حمزه. هاو الشعب الجزائري، هاو المعدن الحقيقي تاع الامه الجزائريه. علاه نقول لكم انا هذا الشعب ما يخيبوش ربي. والله ما يخيبنا ربي، واحنا متلهين بالضعفاء اللي يحبهم ربي سبحانه. استاذ واش تقول على حمزه؟ نقول لك بانه فهمنا بانه مصيره كان في يد امه. وكان يناشد في امه، يعني كان قلنا في الحصه السابقه بانه كان يشحت اسمه. المفروض مصير كل هؤلاء الاطفال اللي عندهم هذا المشكل تاع الهويه يكون في يد القانون وليس في يد امهاتهم او اباهم. لانه اذا رفضوا يمشيوا الى القضاء يبقوا معلقين، تبقى الهويتهم معلقه. المفروض انه هذه الامور تكون منظمه بموجب القانون. نعم. يعني ما نحتاجش الاب نتاعي ولا الام نتاعي، لاني نحتاج الى القانون اولا واخيرا. نعم. شكرا استاذ. واش قلنا حمزه في الختام؟ نقول لكم نشكركم بزاف بزاف بزاف، باش نتوما تاعكم وقفتوا معايا، وشخص مسدين، واستاذ عيشه، واستاذ المحامي، نشكركم بزاف بزاف، ونشكر كاع الناس اللي عاونتني، ونشكر الامه كاع، ونشكر الامه الجزائريه في وقت شده تلقاها، في الامه الجزائريه في وقت شده ربي يوقفها معاك، ما فهمتوهاش، الجزائريين هكذا طبيعتهم، في وقت شده كاع تلقاهم يد في يد. وانت كنت تتوقع انك حتمر معنا في البرنامج؟ ما كنتش متوقع كاع هادشي حيصير لي.
ما كنت متوقع، والحمد لله ربي استجاب دعاء الناس كامل ودعائي ودعاء شخص مسد الدين، وهاد الام ربي هداها. انا نقول اليوم نشكرك، نشكرك على جيتي وكي حطيتيني كوارطي ومتخلينيش هكذا معلق. نشكرك بزاف بزاف. هذه واش غنقول لكم، والسلام عليكم. نشكركم بزاف بزاف اللي عاونوني بزاف. نشكر بزاف اصدقائي وناس اسلام. نشكر الشيخ تاعي كيرم اللي علمني قران واللي حفظني وعلمني على الطاعه وطاعه الوالدين. نشكركم بزاف بزاف. نشكر هذه الام، نشكرها بزاف بزاف. ثاني هي اللي ربات تسلم لها على راسها وعلى يديها. هاي الام ما شاء الله ما شاء الله. شكرا جزيلا حمزه. واش تقول لنا كذلك سيده فتيحه في الختام؟ انا والله غير تمنيت غير كبرتك 12 سنه وانا نسوفري الحمد لله. وشوفي ربي كي جا شاف لي ليه ربي مشي ليا قبل ما نموت ربي دار له كبرتاته الحمد لله. هذا واش راني طالبه ربي، هذا مكان انا. شكرا لك الصحه شيخ. يعني وصلنا الى ختام العدسه اليوم، 7 اشهر من ما وراء الجدران هذا المولود يعني جديد والفتي. واش تقدر تقول قبل ما والله الحمد لله الامه الجزائريه احتضنت هذا البرنامج. نعم. ما وراء الجدران حقيقة، ما وراء الجدران ماشي ادعاء. أكوشتو جازوا على هذا المكان هذا الموقع. نعم. جازوا يتامى أرامل مظلومين مسحوقين شعب فقير ناس لا يلتفت إليها أحد، ولكن بفضل هذا البرنامج والحمد لله حلت مشاكلهم، سمعت بهم الأمة. يعني حتى كلمة الحق تقال في هذا البرنامج. وأكوشتو احنا ما نستثنيو لا وزير لا مسؤول لا شخصيه لا ما كان. كلمه الحق نقولها بلطف، ايضا نقولها بلطف وبحكمه. وهذا برنامج جميل والله. نزيد نقول لكم حاجه، انا تاني هذا البرنامج نجيه بنيتي خالصه، لان والله نيتي الاجر. انا عارف كي نجي لهذا البرنامج اما حنصيب يتيم لازم نوقف معاه، ولا ارمله، ولا مرا ضايعه، ولا مشرد، ولا واحد مظلوم يحوس على حقه، ولا مريض يبحث على علاج. معناتها على بالي راني جاي واني مطمئن ان شاء الله نخرج بالاجر. واذا كنا اسانا في حق اي انسان ولا قلنا كلمه لا تليق، لان احنا نجاوبوا على اسئله الناس كيما جات. دوك يجي انسان يبدا يبكي يقول انا مظلوم، احنا نتفاعلوا معاه، ما نعوش نقراوا وراء السطور ولا. هنا هذا برنامج فيه النيه الصافيه.